عندما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في 24 من مايو الماضي، وحددت لها 7 من يوليو لتدخل حيز التنفيذ، فإنها بذلك فتحت باب التكهنات بشأن مستقبل علاقة بلادها مع الاتحاد الأوروبي. استقالة ماي جاءت بعد أن رفض البرلمان 3 مرات الصفقة التي توصلت إليها مع بروكسل بشأن الخروج من التكتل الموحد. ولم تقدم مغادرة ماي أجوبة بشأن ملف الخروج، بل زادت من الاستفهامات التي صاحبته منذ يومه الأول. وظهرت ماي في يومها الأخير بمنصبها في النورماندي برفقة الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي لطالما كان لبلاده موقف متشدد إزاء بريطانيا في مفاوضات الخروج. هنا في نورماندي اليوم أود أن أقول الكلمات الوحيدة التي يمكنني أن أقولها، شكرا لكم. ومع مغادرة ماي لمنصبها تتجه الأنظار الآن إلى من سيخلفها، ومقدرته أولا على رأب الصدع الذي أصاب حزب المحافظين، ثم الشروع في طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي مجددا الذي قد يكون عكس ما سعت إليه. ويتبارى على خلافة ماي 13 مرشحا من حزب المحافظين انقسموا بين رافض لتوجهاتها ومستعد للخروج دون اتفاق، وهو التيار الذي يمثله بوريس جونسون الذي تصفه استطلاعات الرأي بالأوفر حظا. أما التيار الآخر فهو القريب من توجهات ماي والذي يمثله جيرمي هانت الذي وصف الخروج دون اتفاق بالانتحار السياسي. كما يمثل مايكل غوف وزير البيئة تيارا ثالثا، حيث قال إنه يفضل دائما الخروج دون اتفاق على عدم الخروج، لكنه سوف يتقبل تأجيل وقت الخروج قليلا إذا كان التوصل لاتفاق ممكنا. وينتظر البريطانيون الآن معرفة مستقبل بلادهم، وهل هي فعلا ستغادر الاتحاد وفق ما اتفق عليه في 31 أكتوبر المقبل، أم أن خيار الانتخابات العامة أو الاستفتاء الثاني سيكون مخرجا لمعضلة الخروج؟